كنقترح عليكم هذا النوع ديال السفوف اللي كنديروه بالزرع. كنجيبو الزرع كنغسلوه وكنشفوه ونقيوه، كنحمروه في هاد المقلاة الثقال اللي كنديرو فيها الحرشة ولا الملوي، كنديرو على البوطة عادية وكنبقاو نحمروه بهاد الطريقة. ولكن السيدات اللي ميمكنش ليهم يديرو هكا راه كنصيفطوه حتى الفران في الطاوات ديال الحلوى، كنديروه كيحمرو مول الفران، ولا كنعطيوه للقلاي اللي كيقلي الزريعة وكاوكاو، حتى هو كيقبطو بالكيلو كيقليه، لأنه شي حاجة مفيدة اللي كنديرو في هاد السوف. كنديرو الزرع بالنقالة ديالو مع ما حتى يتحمر، ملي كيتطحن كيولي بحال البيض، ما كيبقاش فيه لا نقالة لا والو. لهذا علاش اختاريتو انا كنديروه، كيجي زوين هكا، كيجي في اللون ديالو. دابا ملي غادي نطحنو كيجي محمر، اللون ديالو احمر حتى يتطحن ان شاء الله، ونعاودو نتلاقاو ملي غادي نبغي نوجد به السوف وتشوفوا الطريقه ديالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ بارك عواشركم، مرحبا بكم في فيديو جديد في شفيوات السباعي. هذا الفيديو الجديد اليوم غادي نحضر فيه سفوف او سلو. غادي نحتاج ليه كيلو ونص ديال اللوز، غادي نحتاج ليه نص كيلو ديال الكاوكاو، ها هو كما كتشوفوا، كيلو ونص ديال الجلجلان، عندي هنايا حبة حلاوة والنافع البلدي، القرفة، جوزة رابعة نتاع الجلجلان خليتها صحيحة باش نديرها فيه، حتى لخر عاد كنرمي هاديك الرابعة، هادي المسكن حرة مدقوقة، معلقة صغيرة عامرة، عندي هنا الزيت ديال القليد اللوز كنحتفظ بيها باش كنديرها فيه، هادي 400 غرام ديال الزبدة حيوانية دايبة وبيتة ترقدات باش ميبقاش فيها الما ديالها كاع نشفات، هاد باش صفيتها هنا كما كتشوفوا. دابا غادي نعطيكم الطريقة كيفاش حضرت هاد اللوز وكاوكاو وجلجلان. عندي اللوز سلقتو وفسختو وقليتو، انا تندير الطريقة القديمة هي هادي، الزيت فاش قليتو كما قلت لكم، كاوكاو الاحمر الرقيق كما كتشوفوا راه فيه اللون مغلوق، شديتو حمرتو شويه في الفران وحيدت ليه القشره ماشي كامله، اللي بقات في شي حبات كنخليها، وانا نرشو بزويته معلقه ودرتو في المول ودرتو في الفران حتى تحمر. هاد التحمار كنديروه ليه ماشي هذا باش ما تبقاش فيه الريحه تاع كاوكاو، كتغير ليه الريحه كتولي ريحته زوينه والمذاق زوين. هذا بهاد الطريقه درتو، ماشي قليتو في المقله، غير في المول في الفران. الجلجلان درتو في لاطا ودخلتو للفران تحمر في وسط الفران، ما درتوش في المقله، هما تشوفوا التحمر ديالو كيفاش تيجي داير. هاد المكونات اللي شتو وريت لكم كنطحنهم طحانه الكهربائيه كما كتشوفوا. دابا هاد اللوز راه حرش، ما درتوش شي رقيق في الطحين، راه حرش، هذا درتو مطحون مزيان، ها نتوما كما كتشوفوا حتى تلقي دامو. كاوكاو حتى هو طحنتو مزيان كما كتشوفوها، هو طالقي دامو. الجلجلان طحنتو ماشي بزاف، وانما خليتو شويه حرش. غادي نرجع لحبه حلاوه والنافع نوريها لكم. ها هي حبه حلاوه اللي عندي، هي هذه اللي طحنت، عندي فيها ثلاثه المعالق كبار النافع البلدي كما كتشوفوا، داك الرقيق البلدي حتى هو عندي فيه ثلاثه المعالق كبار، ثلاثه المعالق كبار ديال القرفه. انا درت ديك القرفه البلديه الاخرى غير ما طحنتها كامله، وريت لكم كيفاش القرفه، ها هي، حيت بعض الاخوات كيحطوا ليا في التعليق هما من الدول العربيه كيبغيوني نهضر باللغه الفصحى، وكنحاول باش نوصل ليهم. هذه الكوزه جوج طيب كوزه عندي حبه، هي حكيتها بالحكاكه الرقيقه، انا ما كندقهاش حيت كتدق كتجي هكا، ما كتبغيش تزل عليا في الطحين، كنديرها بالحكاكه باش كتجي هكا كتنسجم ليا مع الطحين. وجوج ديال المقادير ضروريين، عندي السكر كلاصي نص كيلو كما كتشوفوا، وهذا الزرع اللي شفتو في بدايه الفيديو اللي حمرت ديتو للماكينه طحنتو. ولكن السيدات يمكن لهم يديروا حتى طحين الابيض الفرس ويحضروه بهذه الطريقه، انا تندير هذا الزرع كما شفتو
كيجي بحال هكا، كيجي بحال الطحين البيض بحال الفرص. وكنجيبو من الماكينه وكنغربلو، راه مسحوق ما كيبقى فيه حتى حاجه، غير كنخاف شي حبه لما تكونش طحنات فيه ولا، وما هو كيكون مطحون مزيان بحالو بحال الفرص. هادي دابا عندي هنايا 2 كيلو بالنسبه لهاد المقادير. دابا غادي نبدا على بركه الله نحضر في هاد السفوف او سلو. ها كاوكاو، اللوز، هذا الجلجلان، القرفة، النافع، حبة حلاوة، المسكة الحرة، الكوزة، الملحة. دابا غادي نخلط هادشي حتى ينسجم مع الطحين ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله فاش نخوي لها ليدام. بعد ما ندمجو العناصر انا غادي نزيد السكر كلاصي. السيدات اللي بغاو يديرو في بلاصتو العسل ولا يديرو سكر كلاصي شكل اخر ولا، غير هو العسل شويه كيقصح الا بقات. هاد الوقت دابا فاش كنحضروا هاد السلو ولا السفوف، حتى الا درنا ليه الزبده كاع بوحدها راه تتبقى دايبه مع الحال. دابا غادي كيسخن مع وقت البرد، كنقصوا من الزبده وكنزيدوا الزيت باش ما كيجيش قاصح. دابا هاد السكر علاش غربلتو؟ حيت فيه هاد الكويرات ما خصهمش يبقاو، خصهم يتحيدوا. صافي هو خلط فيه هاد السكر الثقيل. دابا غادي ندير ليه ليدام ديالو. هادي الزبده كما قلت لكم ذوبتها في الليل وخليتها حتى رصات باش ما يبقاش فيها داك الماء ديالها. هادي الزيت اللوز، انا ما غاديش نكملها، تنخلطو مزيان حيت تنبداو ندلكوه دوك اللوز وكاوكاو يطلقوا الزيت ديالهم، عاد نعرفوا القياس واش نزيد هاد شويه ولا ما نزيدوش، حيت ما حدا كتخدم باليد وهي كتطلق ليدام ديالها. كما قلت لكم اللي قصت بالزيت اللوز راه اللي قليت فيها اللوز اللي طحنت ودرت هنايا، حيت ديك الزيت كتكون حسن ما نديروش الاخرى، غير عاديه هذيك ديال القلي كتكون حسن، تكون فيها نسمه ديال اللوز اللي تقلى فيها. دابا غادي نبدا نخلطها وغادي نبدا ندلكها عاد باش نشوف واش خصها ليدام ولا ما خصهاش. دابا ها هي كما كتشوفوا سلو، بعد ما دلكتو مزيان راه تيطلق يدامو، كيبغي الخدمه شويه تنحكوه هكايا باش كيطلق ديك التقاوت اللي درت فيه يطلقوا ليدام ديالهم، ديك الكاوكاو واللوز والججلان كيخرج ليدام ديالهم. دابا غادي نزيدو هاد الرابعه اللي قلت لكم ديال الججلان اللي خليت نقصها من داك العبار و خليتها هكا صحيحه باش تجي فيه تيجي شويه. دابا ها هو السلو ديالنا وجد، وكنتمنى هاد الطريقه ديالي في التحضير ديالو تعجبكم. ها هو السلو او السفوف كما شفتو قدمته بهاد الطريقه، وراه كيجي رائع، تيجي زوين في المذاق بديك الطريقه باش خدمتو، حيت شفتو الخدمه ديالو خصنا ندلكوه مزيان مع الطحين ديال الزرع اللي درت فيه كيجي رائع. وكنتمنى يعجبكم، واللي عجبو يدير جيم، واللي عاد اكتشف القناة يدير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. وعواشركم مبروكة وصوموا رمضان بالصحيحة والسلامة، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.